يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج تو كلينك. دكتور محمد بوشهري حياك الله معنا. الله يحييك يا فيك، وان شاء الله نكون خفيفين عليكم اليوم وباذن الله نعطيكم معلومات حلوه تفيد المشاهدين. لا شك لا شك ان شاء الله دكتور. دكتور محمد بوشهري حضرتك متخصص بشكل عام في جراحه العظام وبشكل دقيق جراحه اليد. دكتور تكلمنا في حلقات سابقة عن الكثير من المشاكل الصحية اللي تصيب الكثير من الناس وخصوصا الرياضيين، لكن الحين دكتورنا متخصص أكثر في الإصابات الرياضية أو حتى الغير رياضية اللي تصير في اليد. دكتور كلمني عن هذه الإصابات أو أغلب هذه الإصابات اللي تجيك من العيادة. بسم الله الرحمن الرحيم. أغلب الإصابات اللي تجي لنا هي تكون بسبب الطيحات. فعندنا أجزاء أساسية باليد اللي هم أربطة، وعندنا عظام، عندنا عظام بالرزغ، وعندنا العظمة الأساسية. نعم. فالعظم ممكن ينكسر، وبين العظم في رباطات تمسك العظم ببعض. صحيح. فمن الأربطة اللي شائعة أن نشوفها بالخصوص عند لاعبين الطائرة. نعم. أو الكو اللاعب كرة اليد. الكرة اليد مثلاً. نعم. إن تحوشهم مثلاً إصابة في الرباط الداخلي او الخارجي للابهام. صحيح. تخلع الابهام من مكانه. هذه وظيفتها ان تثبت الابهام مكانه. نعم. ايضا من الاصابات اللي تصير بسبب الطيحات اللي هو كسر في العظمه الزورقيه. العظمه الزورقيه تصير داخل الايد. هي واحده من 8 عظام، وظيفتها الاساسيه ان تشيل باقي العظم. فتخيل لما هذه تنكسر تخرب ميزان الايد كلها. صحيح. صحيح. فتدخل المريض في مشاكل مستقبليه هو بغنى عنها، وعلاجها اذا اكتشفناه من البدايه سهل. صحيح، لكن اذا بعدين دكتور ممكن يكون وايد صعب. يكون وايد صعب. ممتاز. خصوصا دكتور اذا كان هو رياضي ويستخدم اليد عنده بشكل وايد كبير وصار عنده كسر او مشكله صحيه في هذه العظمه، اتوقع راح يصير في تلف كامل في كل الاصابع. بالضبط، عشان شيء بعض الاحيان مثلا كسر عظمه الزورقيه في بعض الاحيان علاجها يكون لا جراحي. لكن اذا هو كان لاعب محترف لا. صحيح. نعطيه علاج جراحي علشان يسرع في انه يرجع يلعب لعبته مره ثانيه. ممتاز. الحين هو احنا ممكن الجراحه او العمليات الجراحيه سرعت في عودته كلاعب، لكن دكتور هل كفاءه استخدامه وتدري بعد اذا كان لاعب عنده مهارات وحركات تشريحيه اكثر من اي شخص عادي، فدكتور هل ممكن انه يرجع كالسابق ولا نوعا ما يكون في خلل؟ قاعده عامه نقولها حق كل. نعم. شخص حاشته إصابة أنا ما أقدر أرجعك وكالة. ممتاز. لكن وكالة يعني أرجعك 100%، بس تلقى 90% بالنسبة لك تكفيك. صحيح. حتى برياضتك حتى لو كنت محترف. صحيح. لو تلاحظ لاعبين عالميين تحوشهم إصابات ترى ما يرجعون 100%، بس كفاءته 90% تؤدي الوظيفة اللي هو فيها. ممتاز. أيضا جانب من التطمينات جميل لكل الرياضيين. دكتور محمد بوشهري عندي الكثير من الأسئلة وراح نتكلم من بعد الفاصل عن الطرق العلاجية إن شاء الله، لكن تفصيل أكبر. أعزائي المشاهدين ناخذ فاصل ونرجع نواصل حديث الشيق مع دكتور محمد بوشهري. يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين، عندنا من بعد الفاصل دكتور محمد بوشهري. كنا قاعد نتكلم عن بعض الاصابات الرياضيه وايضا الغير رياضيه كالحوادث او الطيحات اللي تصير في اليدين، لكن دكتور نبي الحين نعرف هذه المشكلات الصحيه اللي تصير مثلا في الاربطه او حتى في العظام ككسور، شلون تسوون لها طرق تشخيصيه في البدايه وايضا علاجيه؟ بالبدايه دائما التشخيص يكون بالفحص السريري والتاريخ المرضي، وبعض الأحيان نحتاج نسوي أشعات أو سونار أو أشعات رنين علشان توضح الصورة بالنسبة لنا أكثر. ممتاز دكتور. انزين دكتور إذا أخذتوا هذا التشخيص مثلاً بشكل كامل واكتشفتوا أن هذه المشكلة في مشكلة في الأربطة، شنو دائماً يكون الطريق العلاجي؟ نحاول كثر ما نقدر أن نتجنب التدخلات الجراحية، لأن الجراحة هي عبارة عن ضرر. أنا لو قرصك أنا ضريتك. تمام. ف
فاني افتح اليلد واوخر الاوعيه الدمويه والاوتار هذا كله ضرر، فانا احط الضرر في كفه نعم واحط الفائده اللي بضيف لك اياها في كفه اخرى. صحيح، يكون هو ممكن يكون اخر حلول. ايوه نعم. فاذا كان الفائده اكثر من الضرر صحيح. والموضوع يستاهل وممكن اسرع انك انت ترجع رياضتك نعم. باسرع وقت ممكن، ممكن هني تسوى العمليه، لكن صحيح. ساعات تكون غير متكافئه وتدخل الغير جراحي اللي هو ممكن يكون جبس وبعدها ممكن علاج طبيعي يعطيني نفس النتيجه صحيح. فليش ادخلك مشوار العمليه وانت بغنى عنها؟ ممتاز. فهو يكون ميزان نوعا ما حتى في العمر دكتور. اعتقد اذا ياك مثلا ريال مثلا او امراه مثلا كبيره بالسن، فاعتقد دكتور انه ممكن انتم يعني ما تحبذون العمليات الجراحيه، خصوصا هي ما تكون استخداماتها وايد كبيره مقارنه مثلا في فتره الشباب. بالضبط، يعني احنا انا افصل علاجي على المريض نفسه، تلقاني اسال المريض اذا هو يمناوي ولا عسماوي. والاصابه بيد اليمين ولا اليسار. صحيح. شنو مدى استخدامه حق ايده؟ ايش كثر المشكله الضايقه؟ يعني ساعات يجي لي شايب مثلا عمره 70 80 سنه عنده اصابه بايده بس تلقاه عنده حرفه. واحد صحيح. واحد من المراجعين يحب يسوي اتشار إيه. فيسكر يستخدم مسكر وايد يستخدم وايد. في عندنا بعض النساء يحبون الحياكه. صحيح. في واحد يدق بيانو. صح. زين صح. فهذا بالنسبه له اذا ما عالجته إيه. حتى لو كان تدخل جراحي راح يفقد ناحيه نفسيه بتكون إيه. يدش بمشاكل نفسيه. صحيح. اقول له انت واحده من ثنتين، يا انك تتعالج وتمارس هواياتك صحيح. يا راح تناجر الصبي او السائق اللي عندك والبيت كله اصلا والبيت كله تصير عندك نجره بالبيت. صحيح. فلا بالعكس، وحتى بعض العمليات واحد قريب سويت له عمليه نعم. بس علشان يبي يقدر يشيل احفاده، يعني أيه تخيل لو ما عنده هوايه يقول انا ابي اشيل احفاد صحيح. اشيل احفادي من غير ما اخاف اني اطيحهم. صحيح. فالعمر ما له مقياس، انا يهمني استخدامك لليد، انا افصل علاجي عليك انت. ممتاز. والعكس صحيح، حتى لو كان صغير وتلقى استخدامه بسيط تلقاه يقول له لا وخر عن العمليه ما له داعي. صحيح دكتور، انا اهنيك على هذا الجانب، لان هذا الجانب الاجتماعي كعلاقات وايضا مراعاه هؤلاء الناس من ناحيه كبيره جدا كاستخدامات ايدينهم او ذراعهم في الحياه بشكل عام، وايضا كناحيه علاقات اجتماعيه مع الاطفال او مع الاحفاد، هذا جانب وايد مهم كاختيار في النهايه هل انا اتجه الى العمليات الجراحيه او لا. دكتور محمد بوشهري باسمي وباسم اسره برنامج تو كلينك نقدم لك كل الشكر على كل هذه المعلومات القيمه. يا اهلا فيكم وحياكم الله بيوم. الله يسلمك ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، وصلنا الى نهايه حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم في حلقات قادمه ان شاء الله، مع السلامه.